3000 سنة حضارة. مرحبا بكم في FM أحلى راديو، مرحبا بكم في تونس 3000 سنة حضارة، برنامج يومي من الاثنين للجمعة. برنامجنا حلمة، حلمة برشا توانسة حاسين اللي المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ، تاريخنا أحنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. أحنا ما نجم نقدم ولا ما نعرفه أحنا شكون. تونس 3000 سنة حضارة، من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فانتك. مازلنا ماشيين حديثنا على قصر سروتوس. انا نقول لتوجد في حضرة موت كما يسميها، وانت تصلح لي شنو الاسم الحقيقي؟ حضرة موت ادروميتوم، هذا الاسم الحقيقي. بعض ناس قربوا اي حسب الصوت، قربوا صوتيا قالوا هذه ما تشبه الحضرة موت تاع اليمن، فاذا حضرة موت عطوها الاسم هذا. هي خطأ فادح، لان كما قلت لك التوم هذيك نتاع ادروميتوم هو لاحق لاتيني يضاف إلى الأسماء الأعلام الجغرافية. واضح، ما خلينا نقوله هو الاسم الحالي سوسة، القصر هذية ولا الدار هذية توجدت في سوسة لرجل ثري، وكان عنده عديد الأنشطة حكينا عليهم واكتشفناهم عن طريق اللوحات الفسيفسائية اللي كانت موجودة في القصر متاعه، وكان كل مرة يحرص باش يجيب ناس ضيوف باش يشوفوا شنو عنده هالسيد هذية، وباش يحكي زيدا على الخيول متاعه اللي كل واحد فيهم كان عنده اسم. في حديثه على الخيول كنا بعض المعطيات زي يظهر لي تلقات في الصور هذية وإلا في الصور الفسيفسائية، أعطتنا معطيات على حريسة سروتوس صاحب القصر هذية، وإلا بركش الناس يعرفوها أكثر كي نقولوا المزرعة اللي يربي فيها الخيول متاعه. بالضبط، المزرعة التي يربي فيها الخيول متاعه، وهي من بين الروائع الفسيفسائية التي تحلى بها قصر سروتوس. هل لوحة هذه تصور المشهد الطبيعي الذي تشرف عليه من عليائها سلسلة جبال ومرتفعات بين الجزائر وتونس حاليا، لكن هذه المرتفعات انهال عليها الانجراف. ترى أن الفسيفسائي صور ذلك الانجراف خطوط وجروح تشق الصخور، كأن الانجراف عضها بما له من قوة متواصلة، لأنه دائما الانجراف موجود. فهي مشهد رائع وبسيط، وربما فيه نوع من القساوة، قساوة الطبيعة، لكن يحن له البصر يراه يقول هو شوف كيفاش منها الطبيعة اش تعمل في الصخور. حتى ولو تلقي على الصخرة بعض من حبات من الرمل شيئا فشيئا يصبح الضربات كأنها ضربات مدافع وتعمل لك الجروح طول المدة. ففي هذه الجروح تشبه نوعا ما إنسان توقف يمشي ماشي من تونس لسوسة، بل وقت يقرب لسوسة يلقى إراء أيضا محيط صخور كلس الرملي أيضا مجروحة كالجروحة ذيك هي ذكرنا في ريعة سروتوس التي توجد كما قلت على الحدود الجزائرية التونسية. وين تحديدا كان نعرف المنطقة توقف؟ منطقة توقف وقت حاضر تقول في حوالي بين تبرقة تجم تقول وعنابة، هكذا من بصفة عامة. فالمحيط والانجراف يعطي قساوة لهذا المشهد الطبيعي، لكن تلطفه ربما هذا أيضا من تدخل الفسيفسائي، تلطفه نبع، حضور نبع ماء صاف ولعله كان معتدل، وترى كيف يجعل الإنسان يشعر بنوع من الطمأنينة، لأن المحيط كيف يكون قاسي جغرافيا ربما يقشعر منه الإنسان. فأضاف الفنان إلى هذه القساوة من قطرات من الماء التي تبعث في الإنسان الإطمئنان، الحياة بالضبط. وهذا المحيط قلت يشبه ما نراه عندما نأتي من تونس إلى سوسة على القطار، عندما نقترب من القلعة الكبرى والقلعة الصغرى، وكذلك من مدينة محبوبة ياسر هي أكودة. أكودة أنشأت كثير من الشخصيات، وربما حتى من تكوين المرأة الساحل التونسي دام من قرية أكودة. فهذا المنظر هو الذي جعلني أتذكر هذه الأشياء. يعني المنظر يبدو قاسيا، كان يبدو قاسيا لولا حضور النبع، ماء صاف عذب معتدل الحرارة، كل هذا من الخيال. يوجد النبع في سفح صخرة وعرة قاسية، والفسيفسائي جعل تصور إحدى الحيوانات عنز يستند إلى ساقيه الخلفية ويتمطط ويضع يديه أو ساقيه الأمامية على الصخرة ويتمطط ليأخذ يقضم كتنة من الحشيش. فأيضا هذا كله يشير إلى الحياة
يدخل في قساوة المحيط تلطفه الحياة. وما كشك يزداد المشاهد حب لذلك المشهد، ولم يترك المشهد هكذا منفر، بل أضاف إليه بالإضافة إلى العنز بقرة، اقتربت البقرة واقترب العنز من العين من النبع لتأخذ قسطها من الماء تشرب. فهذا ما كشك لا أقول، لا يمكن أن أقول أنه تصوير للواقع كما هو، بل هو من أيضا بين الواقع والخيال، وهكذا تصورها على كل حال الفنان الفسيفسائي في هذه ضيعة المخصصة لتربية الخيول، خيول سيروتوس التي عمل سيروتوس على تجويدها وجعلها قادرة على تشارك في المباريات والسباقات. كنت وصفنا في المشهد هذايا اللي هو قلت لي ما بين الحقيقة والواقع، ما بين اللي يتخيلوا الفنان وإلا اللمسة متاع الفنان باش يمس النقاط المهمة يظهر لي في الضيعة هذايا، الماء اللي هو الحياة وقساوة المشهد وقساوة الصورة. وين تحكي لي على المشهد هذايا تخيلت وحسيت روحي كيني نشوف فيه هذايا، كان في لوحة فسيفسائية في قصر سيروتوس هكا. المشهد يروي حياته لما كانت الأغصان، يروي حياة المكان الذي أصبح أجرد لا شيء فيه، لكنه كان تلك قطرات الماء تذكر بما كان عليه سابقا من القوة والخصب، فهما إذن الخصب والقسوة يتعايشوا. وهنا نرى أيضا التزاوج بين الخيال والمعيش الطبيعي. فلا شك أن الفسيفسائي يجمع أو قادر استطاع أن يجمع بين الماضي ليجعل من الماضي والحاضر، الحاضر قساوة جرداء هكذا، لكن وجود الحياة فيه تجعله غير منفر. هذه خيول، رأى فيه خيول ترعى في فضاء المفرسة أو الحريسة كما قلت تتسمى زيتا، كلها تتجلى بما سينتجه سيروتوس من خيول، واللي تشارك في حلبة السيرك والفوز بجائزة السباق. هذا نراه أيضا في هذه اللوحة، صور بعض الخيول، هذه فرس تداعب حصانا بلسانها، وهذا فرس آخر لها ترعى وتلتهم العشب الطريق، وفي اللوحة فرس آخر مصحوبة بابنها فلا تغادره، يعني وكيف نجز ما ثنبت عليها تلحق عليه وتجيبه تقعد دائما معها بحضة أمه هكذا نرى كيف تمكن سيروتوس من تقديم ضيعته ضريحته والخيول التي كان يهيئها للحلبة، لحلبة السيرك، ويعمل على أن تكون من الفائزين في المباريات التي تقع في السيرك، سواء في قرطاج أو في دقة مثلا. عندنا دقة لوحة تمثل الفائز، الفارس الذي كان على كدريجه، تمثله في إحدى قاعات باردو، قاعة دقة تمثل الفائز الذي نال الجائزة الكبرى، وهو محفوف بعناية كبيرة والاحترام والتقدير، ويعني حوله ناس يعترفوا بقدرته. نقول لكم تابعونا في 3000 سنة حضارة، وتابعونا في الحلقة الجاية في برشا مواضيع مهمة. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتت الحلقة ينجم يلقاها على EFM.tn. غدا نتقابل في حلقة جديدة على EFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.